السلام عليكم إلى محبي قناة العفاسي، نبشركم بعودة قناة العفاسي بتاريخ 9/6/2024 على النايل سات على تردد 12646 أفقي، معدل ترميز 27500. ناس كتير بتسأل على قناة العفاسي بعد إغلاقها في الأونة الأخيرة، نبشركم لقد عادت هذه القناة وهي شغالة دلوقتي، بس ما نقدرش نعلي الصوت لحقوق الطبع والنشر. ولو انت عايز تدخل التردد او التردد مش موجود عندك، بتضغط على منيو، ومن منيو على تركيب، من تركيب بتختار اعداد الهوائي او ترانسبورت او البحث اليدوي. احنا دلوقتي هنضغط على اعداد الهوائي، ده طبعا للريسيفرات الجي اكس، معالج جي اكس، وهننزل على التردد وهندوس اوكي. هتظهر لنا قائمة الترددات، لو انت عايز تضيف تردد هتضغط على الزرار الاحمر في الريموت للاضافة. بعد ما طلع لنا مربع الحوار دوت، هنكتب فيه التردد 12645 افقي، ويفضل 4/3 ان احنا نخليها تلقائي، وهنضغط اوكي. هيحفظ لنا التردد، وعلشان نبحث عن التردد اللي احنا كتبناه بس هننزل تحت كده بالريموت عند كلمة القمر، وهنحولها بالزرار اللي في الجنب كده، نخليها تردد ونضغط اوكي. هل ترغب في بحث الشبكة؟ هنقوله طبعا لا زي ما هي كده، عشان احنا عايزين نبحث عن التردد ده بس، ونضغط اوكي في الريموت. هيبتدي يبحث لنا على القنوات للتردد اللي احنا كتبناه، وبالفعل التردد نزل هنا، بيقول لك نزل 13 قناة، من ضمنهم طبعا قناة العفاسي. شكرا للجميع، كان معكم محمد السيد. أرجو منكم لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، هو ده دعمنا منك.